السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، نهار جديد. عرفتي الجو كيفاش داير؟ الجو مغمم، صبات الشتي والحمد لله، ولكن قص شويه البرد، ما بقاش داك البرد القاصح اللي كان هاد اليومين ولا 3 ايام ولا نقولوا هاد 10 ايام كاع ديال الليالي. ولكن الجو مضبب، باين جايه شي شتي وانيت. المهم الحمد لله، الله يعطي علينا على قد النفع. قبل ما نمشي للخدمه بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. فيديو فيه جوج حوايج، فيه واحد غنشارك معكم واحد العرضه غزاله 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 دازت عندنا نهار الحد. ولد لوستي دار لينا، ماشي ولد لوستي، مرته دارت لينا رفيسه، وتجمعنا هكا مجموعين. داز الجو زوين وتبارك الله ما شاء الله، كلشي كان زوين، كلشي كان غزال. غنشارك معكم مقتطفات هكا من داكشي اللي صايبت لينا، ونعطيكم ومنها تاخذوا افكار بحال هكا الا عجبتكم شي حاجه. وهذا مهم، كلشي صايبته هي في الدار، الله يعطيها الصحه. غنمشي نشارك معكم لقطات مقتطفات هكا شويه 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 شويه، ونرجع معكم باش نوريكم هادشي اللي خديت، ونشارك معكم اش من بلايص خديت والاثمنه ديالهم ان شاء الله. نمشيو نشوفوا العرضه ونرجع، يلا معايا. نتوما شفتوا تبارك الله، كلشي غزال، كلشي متول، كلشي على حقه طريقه. تم داك البيفي زوين، صايبته غير هي في الدار، افكار بسيطه. شي نهار ان شاء الله ان شاء الله ندير لكم حلقه هكا على البيفي، كيفاش نصايبوه، كيفاش ناخذوا افكار، باش ما غطلع لكم بالربع ديال الثمن باش غادي تمشيو تصايبوه على برا. مهم من بعد ان شاء الله ونديروا فيديو على هاد المساله هذه، حيت انا عندي ليكسبيريونس فيها 3 فوا درت دي بوفي زوينين وطلعوا عليا رخاصين بزاف بزاف بزاف، اكثر ما تتخيلوا، وما كياخذوش منكم جهد بزاف، واصلا كتستمتعوا ملي كتصايبوهم. دابا نخليوا هذا الموضوع هذا السوجي وندوزو. المهم كنقولها الله يعطيك الصحه، والله يخلي لك رزان، والله يخلي لك عدنان، وتشوفيهم كما بغيتي ان شاء الله، واللي عزيز عليه شي واحد الله يخليه ليه. نبداو على بركة الله في المشتريات. هاد الحوايج اللي خديت كل حاجه من بلاصه. المهم هاد الاولين خديتهم من مرجان غزالين، ديجا كانوا عندي وحدين مدورين، كانوا عندي طوال وكانوا عندي هابطين، مي تهرسوا ليا، وخقيت هادو دايرين ليهم بروموسيون في مرجان. غتلقاهم ماشي في كاع مرجانات، كاينين في مرجان ديال مارينا، مرجان ديال مارينا فيه هادو، دايرين ليهم 11 درهم، شي حاجه نقولوا 12 درهم، 12 درهم غزالين.
وكي كيعطيك داك لي في بحال الكريستال. هادو ديروا فيهم الفاكهه، ديروا فيهم هكا بونبونيير الدراري الصغار، ديروا فيهم الحلوى، ديروا فيهم دوك المملحات، ديروا فيهم اي حاجه بغيتوها. كيما تقدروا تستعملوهم في هكا كديكوراسيون، الا عندكم شي بوفي في الدار ولا هكا حاطين فيه الديكورات كتحطوا هادو حتى هما ديكور. تقدري ديريه في لاشومبر ديالك، ديري فيه لي اكسسوار، اي حاجه. هادو متعددين الاستعمالات، ما محصورينش في حاجه واحده. كيما تقدروا ديروا فيهم كوفيتير، ديروا فيهم الزبده، ديروا فيهم العسل، اي حاجه بغيتوا. مهم غزالين بزاف، والثمن ديالهم 12 درهم. المهم على برا غادي تلقاوهم 13 درهم 15 حتى ل 15 درهم كاع. مي عجبوني ملي لقيتهم في مرجان، قلت ناخذهم، نستغل الفرصه وناخذهم. خديت منهم جوج، ندوزو هذه فاش كنت هاد لي زارتيكل هادو، فاش كنت في مرجان، فاش كنت في مارينا شوبينغ في بريكو ديكو. هاد لارتيكل هذا كان عاجبني بزاف وكنت باغاه فريمون باغ. لاحظوا البنات، ايد مسبوغه وايد ما مسبوغاش. شو غزالين فنين، وهكا كتديري فيهم، كتحطي فيهم كديكور، وكتحطي فيهم لي اكسسوار. انا خديت اناناسا، المهم دوغي، راه ما كتبانش في الكاميرا دوغي، ما هي راه دوغي كيبان شويه باهت. غزالين، كتعلقي هنايا لي اكسسوار بحال الخواتم، نوريكم بحال ما هكا، كتحطي الخواتم، كتحطي السنيسلات الكورميطات هكا، وكتبقى محزوله عندك في طابل دو جوفي ولا طابل دو نوي ولا هكا. غزاله فن بزاف. وهذه وقيله والله ما عقلت على الثمن ديالها، غتكون ما بين 40 درهم حتى 60 درهم بحال هكا فهاد لي زونفيرون هادو. هم كاين فيها ثلاثه ديال الشكل، كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل ديال العريش، كاين الاناناس اللي خديت، وكاين هاد الشكل هذا. مي انا فضلت اني ناخذ الاناناس حيت فيها لي في ديال الدوغي بزاف، وانا هاد الايام مضروبه على الدوغي. هادو خديتهم، هادو بوحدهم، خليهم تنخدم بوحدهم. هاد الشميعات حتى هما خديتهم من بريكو ديكو، هادو راه شميعات غزالين، وتا هاد لابواط فاش مديورين غزاله. هاد البوكسين هذا اللي دايرين ليهم صارعينو، حيت عود، هذا عود. هادو دي كانوا دايرين ليهم 25 درهم بحال هكا ديكور في البيت ديالك، ولا في السيجور، ولا في اي بلاصه بغيتي تحطيهم. انا بغيت نحطهم في البيت عندي ان شاء الله ملي نقادو. غزالين فنين فنين فنين، ودوغي كاينين في لارجونتي، وكاينين في البرونز. كيما قلت لكم في بريكو ديكو غادي تلقاهم مازال باقي. هادو الثمن ديالهم العادي 25 درهم، دونك راه يكونوا في بروموسيون، ما عرفتش شحال غادي يديروا لهم. هنا سالينا من بريكو ديكو، دابا غندوزو لواحد المحل. المهم مشيت انا وماما السيمانه اللي فاتت، مشينا كنقلبوا على واحد المحل كيصايب السدادر، المضارب هكا ديال السيجور ديال الصالون. صافي مشينا كنقلبوا، وهو يبان لي واحد المحل ديال المعان. انا فين ما كيبان لي محل ديال المعان خصني ضروري ندخل ليه، بالاخص الا بان لي محل كبير. المهم دخلنا عندهم، تبارك الله لو شوا واعر بزاف البنات، المهم بزاف. وزعما سعدات الناس اللي ساكنين تما، اللي نقول لكم بلاصه فين، في سباته، جهه سباته، في شارع الساقيه الحمراء، شارع الساقيه الحمراء، الزنقه اللي المهم جوج زناقي اللي قبل ما تخرجي للطريق مديونه، كاين واحد المحل تما، كاين واحد النراسه ما عرفت سميتها هيبه ولا ما فهم. المهم ماشي بريفي، بوبليك، سميتها هيبه، اون فاس مع المدرسه كطلع مع الزنقه، جاو هما على اليسار. غزالين، انا شي نهار غادي نمشيو غندير لكم فيديو تما، باش اللي بغات تمشي تاخذ عندهم، راه عندهم لي زارتيكل غزالين بزاف، وباثمنه غزالين بزاف. والدليل انا غنوريه لكم دابا واحد لارتيكل خديته غزال البنات. المهم اول حاجه خديت من عندهم هاد الشميعات هادو، حتى هما انا تضربت على الشميعات، معجبني الديكور اللي فيهم لداخل، اللي هم وريضه لداخل، شتو غزالين. هادو بخمسة دراهم الوحده، المهم خدات ماما حتى هي شي حويجات، وانا خديت هاد الشيء. ما عقلتش شنو حاجه اخرى اللي خديت، خديت كراطه هي اللي خديت.
ولكن صدقات زوينة. والحاجة أخرى هذه هاد لامارك لوستر لوستر ماشي لوستر لوستي لوستي هذه نورمالمون لوستي لوستي ما عرفتش لامارك. خديت هاد الطبيصيلية البنات لي كيحمق كيهبل كيسطي هانتوما غزال البنات واعر 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 وداك داك الرشه ديال الضو غير اللي فيها نتوما نتوما ندير لكمها باش يبان لكم شوف. وهنايا فيرزاتشي هاد هاد الديزاين اللي داير ليه من جناب فيرزاتشي غزال نتوما يبان لكم شوف غزال بزاف. هادو تلاقيت معاهم يلاه حاطينهم وهما مدخلينهم مدخلينهم بروموسيون بروموسيون ب 60 درهم هما نورمالمون البري نورمال 90 درهم البري نورمال 90 درهم كي حطوهم حطوهم بروموسيون كاين فيهم شي 4 ديال الشكال كاين فيهم النوار مرشوش كاين فيهم البرونز كاينين 4 ديال الشكال مي انا عجبني اثيرني بزاف هذا حيت اغلبيه ديال الماعن اللي بغيت ندير هكا للناس وكذا فيهم الدوغي وفيهم هكا البياض وغزال نتوما هاد هاد الجديده هذا كتقدروا تحيدوها الا بغيتوا تغسلوه وكذا مي انا ما غاديش ما غاديش نغامر ونغسلو بزاف ولا نحيد ليه هاد الجديده نخليهم هكا حيت غنديروا غير هكا بريزونطوار غندير فيه شي حاجه مهم حلوه هكا ولا مملحات ولا بحال هكا ثاني منه مسيحه خفيفه باش ما تغيسكيش انه هاد هاد الدوغي هذا اللي هنايا بجناب يخسر غزال بزاف البنات غزال 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 فريمون غزال خصكم تشدوه في يدكم باش تعرفوا القيمه ديالو كيفاش دايره. المهم هو كيجي في الكارطونه ديالو غندوزو لهادي من بريكاهوم بريكاهوم كانوا دايرين فيهم بروموسيون هادي بحال ما هكا دوغي غزالة الدوغي اللي فيها جاتني مع جاتني مع جاتني بحال اونصامبل مع هاد هاد التخربيقه هادي. المهم هذا ديروا فيها ديسير ديروا فيها خبز ديروا فيها اي حاجه بغيتوا تفنوا ديروا فيها اللي بغيتوا اي حاجه تقدروا ديروها في هاد البول هادي فريمون زوينه تحطوها كديكور الوسط هكا تعمروها هكا بشي حاجه ديال ديكوراسيون دي فلور هكا ولا شي تخربيقه تحطوها الوسط وديكوريوها تحطوها في وسط الطابله ولا في البيفي ولا فريمون غزاله. هذه الثمن ديالها كان 99 درهم كان الثمن ديالها 99 درهم خديتها ب واش 45 درهم واش 50 درهم المهم 50% من بريكاهوم فريمون كانوا دايرين سولد خطير كانوا دايرين 50% لي زارتيكل عندهم غزالين بزاف بزاف كاين روز كاين دوري كاين البلو مارين كاين الكري كاين بزاف وكاينين هما كاينين في مارينا وكاينين في تشفين سنتر كاينين في مارينا في سونتر مارينا و سونتر تاشفين بجوجهم كاينين في دوزيام ايطاج بجوج في لي دو سونتر كاينين في دوزيام ايطاج فريمون عجبتني وغزاله انتما شفتوا الشكل ديالها كيفاش داير غزال غزال فريمون غزال. حاجه اخرى خديت هذه عاديه ديال شي هاد الزليفات هادو انا كان كيحسبني واش نفس الدوغي اللي في هذا مي ماشي هو ماشي نفسه نبدل عليه واحد شويه ما غاديش يبان لكم الفرق هنا في الكاميرا هنا كيف في الكاميرا كيبان تقريبا بحال بحال مي ماشي بحال بحال هذا شويه مهرس شويه هاد الدوغي اللي هنا عجبوني هاد الزليفات هادو هكا غير تحطيهم تحطي فيهم هكا فاكهه تحطي فيهم لوز قرقاع هكا بحال ما هكا خديت جوج دايرين 140 هذا واحد المحل معروف كاين في الحي المحمدي حتى هو عنده زوج ارتيكل زوينين هذا حتى هو عجبني هذا حتى هو غزال والثمن ديالو ماشي غالي ديال 25 درهم هذا ديري فيه كيك ديري فيه ديري فيه اي حاجه يعني اي غي زعما غيبين لك هذيك الحاجه اللي درتيها فيه فريمون غزال بالاخص الا درتي شي كيك هكا صغير ولا شي حليوه ديال لاكريم ولا اي حاجه ولا درتي طارت ولا اي حاجه غيبان هذا داير 25 درهم وخديت واحد كنت ناخد جوج مي قلت ناخد غير واحد تنشوف المهم عجبني بزاف والشكل ديالو غزال بزاف بزاف. المهم المحل اللي خديت منه هذوك هذاك البريزونطوار هو دوك الشميعات غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله فيه قريب قريب ان شاء الله غادي نمشيو ندير لكم فيديو فيه حيت اون فاس معاه كاين واحد المحل ديال الطلامط حتى هو غنوريه لكم هميزه غزاله يا البنات زعما اللي بغات تفرش الدار باثمنه من 30 درهم غنمشي غنوريه لكم
عجبني بزاف، حيتاش عجبني بغيت نشاركه معاكم. انا عز عليا مني نلقى شي حاجه، شي همزه ولا شي حاجه نشاركها مع الناس اللي كنعرفهم، مع صحباتي ومع لا فامي ومع كل شيء، باش كل شيء يستافد. ما استفدتش غير انا بوحدي، كل شيء يستافد. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، كنتمنى هاد الهميزات يكونوا عجبوكم. المهم اذا بغيتوا تعرفوا شي معلومه على شي بلاصه ولا بغيتوا تعرفوا شي ادريس، غير صيفطوا لي غنقول لكم، نعطيكم الديتاي. صيفطوا لي ميساج في كومونتير وغنعطيكم الديتاي فين. اللي بغات تسوني على شي حاجه مرحبا، اللي محتاجه شي حاجه مرحبا، بغات نوريها شي بلاصه مرحبا والف مرحبا. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى هاد لي زارتيكل ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى تخليوا لي كومونتير و لايك، وما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي لايك. تفرجتوا في الفيديو بركوا على هذيك لايك باش نحس انني ان الفيديو عجبكم. مهم تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ونهاركم مبروك، وتهلاو في ريوسكم وردوا بالكم من البرد. السلام عليكم.